السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. بالنسبة للسؤال بتاع أخونا الكريم، إيه هو الفرق بين الـ HVLB والـ LVMV والـ Conventional أو اللي هو الـ LVLB؟ بص يا رجالة، الـ HV أول حاجة الـ Conventional أو الـ HV ده مسدس بيشتغل على ضغط هواء عالي 4 أو 5 بار، بتديله من عند العداد كده 4 أو 5 بار، بيشتغل بيديك الحباية ناعمة جدا. تيجي تبص كده على الحباية تلاقي بص الدهان سايح خارج بضغط هواء عالي، بيسيح الورنيش او الدهانات اللي زوجتها عالية. حتى بص تيجي على الحواف بتاعته بيديك الحباية ناعمة. ده مسدس على فكرة HVLB، ولكن احنا بنبسط الموضوع يعني شوية بأمر الله. تمام. بيستهلك كمية هواء قليلة، ما بيستهلكش هواء كتير لان ضغطه عالي. يعني ايه ضغطه عالي؟ يعني بيحبس الهواء، الفتحات اللي عند الوش بتكون ضيقة، فبتؤدي الى ايه؟ ان الهواء يكون مكتوم فما بيطلعش عالي. طيب عمله بعد كده بقى، يعني لو بيكون مكتوم بيطلعش كتير يعني، لكن بيطلع ضغطه عالي فبيساعد الدهان لما ينزل من البنتة ان هو ينزل مكسرها. طيب عمله بعد كده حاجة اسمها HVLB، المسدس اللي هو الكونفنشنال HV ده بيستهلك كمية دهان كبيرة. نتيجة الضغط العالي بيهدر بيخلي الدهان يخبط هنا ويرجع يرتد تاني. يعني متوسط تقريبا كده 30% من الدهان بيقعد على العربية و70% بيطير في الجو. عمله بقى الـ HVLB ده ضغط منخفض، بيخرج من عند الوش ضغط منخفض، بيخرج الحبيبات، بيخرج الحبيبات عاملة بالشكل دون، يعني كريئة، ممكن تكون أنعم من كده شوية، ولكن هو ضغطه منخفض يعني ولكن بيستهلك كمية هواء كبيرة أكتر نتيجة إن الفتحات اللي في الوش هنا بتكون أوسع والخرزايا بتطلع خشنة شوية عن الكونفنشنال، ولكن بيساعد على توفير الخامة أكتر من ده، لأن نتيجة الضغط المنخفض ده بيخلي الدهان ينزل بشكل يعني شبه كامل على القطعة، 70% بينزل على القطعة وتقريبا 30% هم الهرد اللي بيطيروا في الجو. عملوا بعد كده حاجة اسمها ما بين الاثنين، اسمها LVMB، وده وسط بيعمل الشغل بتاع ده ويعمل الشغل بتاع ده، يعني بيوفر في الدهان وفي نفس الوقت بيديك الحباية الناعمة اللي هي ديا، وبرضك ولكن بيستهلك كميتها وأكبر من ده، يعني هو وسط ما بين الاثنين، بيديك فينش حلو زي كده هو، ولكن مش زي ده، وبيوفر في الدهان ولكن مش زي ده، ده وسط ما بين الاثنين في كل حاجة، في استهلاك الهواء واستهلاك الخامة المتوسط. يعني الكلام ده كله ممكن يتفاوت من نسبة من شركة لشركة يعني، ولكن هو ده المعروف. وفي حاجة اسمها LVMB، وفي طبعا يعني كل مادة بيصنعوا حاجة LVMB، يعني برضك وسط ما بين مزيج، بيعمل ايه بقى؟ نفس شغل HVLB ده، ولكن بيساعد على تكسير الحباية اكتر من كده، بيشتغل على ضغط الهواء المنخفض، يعني ممكن بأقل كومبروسر هواء يشتغل عليه. يعني ده بيستهلك، لازم كومبريسر هواء كبير. ال LVMB بيطلع برضك الحبايه ناعمه، ولكن ما بيحتاجش كميه الهواء بتاعه دون، وبيطلع يقدر بيعرف يكسر الحبايه اكتر من ال HVLB. يعني فكرة سريعة كده موضوع رجالة، المسدسات دي كل مسدس مشروع لوحده في حلقة لوحده، إن شاء الله هتلاقوها عندكم على القناة، فكرونا إن شاء الله نسيبها لكم في الوصف أو التعليق المثبت. يعني يا رب يكون الفيديو سهل ومفيد رجالة، ما تنسوناش في الدعاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.